هذا أول عصفورتين اليوم. صباح الورد لأغلى متابعين، أنا محمد معكم. نزلنا اليوم على عصفور التين، يعني بناء على طلبكم أنتو، لأنه حطيت أنا على اليوتيوب على صفحتي أنه شارككم أنه شو نعمل فيديو أعلى نسبة عصفور التين، طلبوا عصفور التين. هلأ بالنسبة للي طلبوا سمان الفري، سمان الفري له وضع خاص، يعني بنحط الجهاز من عشية للصبح، أكيد رح نعمل فيديو بهاليومين إذا الله بيريد. وبالنسبة للصفري كمان إسا ما بلش مزبوط، يعني أيلول كله بيقوى، بس نزلنا اليوم على عصفور التين، يعني بعده عصفور التين قليل عنا بالسهل، يعني على العالي على الجرود على العالي أكتر. في شغلة بدي أحكي لكم إياها، هلأ في حدا بعت لي إنه في قناة، هاي القناة عم تاخد الأصوات من عندي، يعني الأصوات بعد ما بنزلها أنا بيومين ثلاثة بينزلوهني على القناة عندهم، ما بعرف إذا أنتو شفتوا هالموضوع. وبدنا نحكي بالنسبة لل يعني للطيور، كله بأول أيلول يعني بيقوى، بأول أيلول بيقوى، يعني بقى بنقر تنقير كله لحد الآن تنقير، يعني ما في حركة مثل ما هو لازم، يعني حركة مزبوطة. وشو بدي احكي لكم، يعني انا بدي صور وبدي صيد وبدي نظف العدة وبدي منتج وكله، انا مشان هيك بتأخر شوي بالفيديو. هذا أول عصفورتين اليوم. في حدا مبارح طلب مني بدو الصوت اللي أنا بصيد عليه سمان الفري، هذا الصوت موجود على هاي المكنة. هاي المكنة يعني هذا الجهاز الوحيد اللي ما بياخد ولا بيعطي، هذا جهاز الملتي ساوند الإيطالي، هذا يعني بنشتري له الكارت من إيطاليا، هني كل سنة بيجددوا الأصوات. كارته بيجي مو مثل كارت التليفون الميموري، لا غير، يعني هذا الجهاز الوحيد لا فيك تاخد منه ولا فيك تدخل له صوت. هلأ في الأصوات مثل الصوت اللي أنا عم صيد عليه هلأ، هذا الصوت إيطالي، بس كيف هذا بنشتريه مشترى كمان. إذا فتت على الإنترنت بتلاقيه بيكون معه، حاطين معه موسيقى مثل إعلان لأله مشان ما تقدر تستعمله، أنت بدك تشتري تدفع حقه، هيك بيصير الشغل معهم. انا الاصوات اللي بحطها على القناة كلها مثل هذا الصوت، يعني كله صوت ايطالي، بتلاحظوا هالشي يمكن انتو. هذا الصوت اللي انا عم صيد عليه العصفورتين كمان هذا الصوت ايطالي، بس هذا الصوت هلأ مدموج مع صوت الصفور. الصوت اللي انا حاطه على القناة لوحده، عصفورتين لوحده.